العراقية المحبة بحضور نيابي يمثل سلطة الشعب التشريعية وبحضور حكومي يمثل السلطة التنفيذية، قدم اتحادنا ما يمكن أن يقدمه لحل جذري للخلاف الحاصل والمؤثر على كرتنا العراقية التي ينتظرها استحقاق كبير في تصفيات كأس العالم، بالموافقة على تقديم استقالة جماعية لمكتبه التنفيذي مقابل أن يتم سحب وغلق كل القضايا المرفوعة في المحاكم العراقية وإغلاق هذا الملف نهائيا، والسعي لإخراج الأمين العام الدكتور صباح رضا والأستاذ ستار جبار زوير من السجن بعفو رئاسي بعد التنازل عنهم، وكذلك التنازل عن قضية السيد وليد طبرة. وتكون هذه الاستقالة بعهدة وضمان السيد رئيس لجنة الرياضة والشباب النيابية والسيد وزير الشباب والرياضة، وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الفيفا واستحصال موافقته عليها، ومن ثم غلق وسحب القضية المتعلقة برئيس الاتحاد ونائبه حتى تنتهي كل هذه الملفات بشكل نهائي، وترك تحديد الأمور القادمة بعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم وفق الآلية التي يقررها الفيفا ويتم احترامها بشكل كامل من قبل جميع الأطراف.